رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو استاذ خالد الاتربي رئيس القسم الرياضي في الشروق. مساء الخير عليك. مساء الخير عليك. نورنا وعلى جماهير النادي الاهلي وعشاق النادي الاهلي. نورنا طبعا النهارده في كلام في الميديا. وفي البدايه عايزين نتكلم معاك عن النادي الاهلي وعن مباراته القادمه ان شاء الله يوم السبت اللي جاي قصاد هرايا كوناكر الغيني. في البدايه كده عايز اسالك عن رايك في لقاء الذهاب اللي كان موجود في غينيا. خلينا نتكلم عن نبدا بالنتيجه. النتيجه سلبيه. النتيجه هي في الـ في الـ في الـ في الشكل سلبيه تمام، انما في الذهاب والعوده المفروض ان ده النادي الاهلي يعتبر قطع نص الطريق. صحيح. نحو التاهل. ناس كتير بتتكلم ان النتيجه خادعه، بس انا شايف ان النادي الاهلي بخبرته الافريقيه وحجم الفرق الخبره بين النادي الاهلي وبين هرايا كوناكري الغيني فرق كبير جدا. صحيح. طبعا الفريق بيتمتع بسرعات، بيتمتع بوصل في مفاجاه لدور المجموعات. صحيح. لكن ده النادي، احنا بنتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي قادر ان هو يعدي، ولازم ان احنا نتكلم عن نتيجه كبيره كمان مش مجرد تاهل بس. صحيح. طيب لو هنتكلم عن لقاء الذهاب برضو اكيد هنتكلم عن عامل الارض طبعا، واكيد الجهاز الفني واللعيبه اشتكوا من الارض، عن الرطوبه وعن الجو هناك كان صعب. يمكن دي كانت عوامل مؤثره سلبيا للنادي الاهلي. طبعا هو التاثير السلبي ده موجود وكان واضح على لعيب النادي الاهلي، بس هنرجع نتكلم على نفس النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، خبره لعيب الاهلي. صحيح. النادي الاهلي متواجد في البطوله عبر التاريخ باستثناء بعض الفترات المعروف اسبابها. النادي الاهلي لعب في اجواء اصعب من كده، وانا كنت متواجد معاهم في اجواء اصعب من كده. لعيبه النادي الاهلي بتاخد الامور بسهوله على عكس ما ممكن الناس متخيله. خبره النادي الاهلي، خبره لعيبه النادي الاهلي بتخليهم الامور دي بالنسبه لهم سهله. يعني مش صعبه زي ما احنا بنبقى شايفين. احنا بنبقى شايفين بنقيس على ظروفنا احنا، انما هم في وسط المعمعه زي ما بيقولوا، لا بيتعاملوا مع الموضوع بخبره شديده. وده اللي بيبان دايما النادي الاهلي بيحقق نتائج في المجمل نتائج كويسه جدا خارج ارضه. يمكن احيانا ساعات بتبقى احسن من بتبقى موجوده في القاهره او في مصر عامه يعني. طيب خالد، شفت ايه في مباراه الذهاب تعتبره ان هو نقاط القوه في فريق هرايا كوناكري اللي ممكن نعمله حساب في اللقاء القادم؟ هو واضح ان الفريقين الاهلي وهرايا كوناكري تاثروا بعامل الارض الملعب وحشه. وواضح جدا ان الفريق المنافس هيكون اقوى في القاهره من مباراه الذهاب لعده اسباب. الجو في القاهره هيساعد ان هم يلعبوا كره كويسه. الارض هتساعد ان هم يلعبوا كره كويسه. هو ما عندوش حاجه يبكي عليها. يعني هو لازم ان هو يحقق نتيجه. هو على فكره لو بصينا للنتيجه، التعادل السلبي لحد اخر لحظه في مصلحه هرايا كوناكري. صحيح. لا ممكن يلعب على عامل ان هو ركلات ترجيح او انما النادي الاهلي طبعا التعادل السلبي برضو هيوديه المرحله كويسه برضو، بس في النهايه ركلات الترجيح، انك توصل ركلات الترجيح في القاهره مع فريق هرايا كوناكري هيبقى صعب جدا على جمهور النادي الاهلي تقبلها. وان كان احنا نامل النادي الاهلي يتاهل ان شاء الله، ينهي المباراه دي من اول 10 دقائق باذن الله بهدف ان شاء الله. نتمنى يا رب ان شاء الله. طب نتكلم عن الجمهور دلوقتي. قلت لي الجمهور مش هيقبل غير بالفوز. طبعا هو ده جمهور النادي الاهلي، ما بيقبلش غير بالفوز وكمان الاداء الجيد. ده اللي معروف عن جماهير النادي الاهلي. خلاص اتسمح ل 20,000 متفرج او 20,000 مشجع للنادي الاهلي ان هم يحضروا مباراه الاهلي القادمه قصاد هرايا كوناكري الغيني ان شاء الله هتقام على ملعب السلام بدل برج العرب. شايف بقى عامل الجمهور هيساعد بنسبه قد ايه لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله ان هم يفوزوا باللقاء ده؟ بنسبه 100%. يعني جمهور النادي الاهلي اللاعب رقم واحد، جمهور مختلف. صحيح. دايما واقف في ظهر فريقه، دايما زي ما دايما بيقولوا فعلا على الحلوه والمره معاه. دايما النادي الاهلي بيجسد، جماهير النادي الاهلي بتجسد المقوله دي، بتجسد دايما كلام جماهير النادي الاهلي بيكون بيطبق على ارض الواقع بخلاف اي حاجه تانية. دايما بيثبتوا في اوقات كتيره
ان هم دايما اي يعني دايما الجمل بتاعتهم ما بتكونش مجرد شعارات، ما بتكونش مجرد حاجه تتكتب على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي، لا جمهور النادي الاهلي دايما بتضرب مثل في ان هي بتقف جنب فريقها، دايما بتكون في الميعاد، وده اللي احنا منتظرين منهم. ونتمنى نامل ان المباراه المقبله تكون صوره تجسيد صوره حقيقيه عن جمهور النادي الاهلي الحقيقي، جمهور النادي الاهلي الحقيقي اللي ما بيفتعلش ازمات، اللي بيكون دايما عامل قوه لفريقه، ما عامل قوه لناديه، ما بيكونش مؤثر في غرامات او مؤثر في قرارات او مؤثر في اي حاجه. جمهور النادي الاهلي دايما دايما هو وقود النادي الاهلي. صحيح، وانا طبعا واثقه ثقه عمياء في جمهور النادي الاهلي ان هو كلنا واثقين في جمهور النادي الاهلي، لان هو طبعا هيبعت رساله لكل المسؤولين، كل ان احنا بنقدر نرجع باكتر من 5000، ممكن نبقى 20000، ممكن نبقى 30000، ممكن نبقى 30000. هو العدد ده ان شاء الله هنوصل 30 ونوصل 40، واحنا ان شاء الله هنامل ان في نلعب النهائي ان شاء الله، لما الاهلي يوصل النهائي في استاد القاهره في وسط 100000 متفرج ان شاء الله يا رب باذن الله. طيب خلينا نتكلم بقى عن الاصابات اللي ضربت النادي الاهلي، خصوصا طبعا خط الدفاع. سعد سمير اتصاب، نزل مكانه محمد نجيب، طلع بقطعه في الغضروف، طبعا نتمنى له الشفاء العاجل باذن الله من الاصابه دي. شايف الاصابات دي هتاثر ازاي على النادي الاهلي في اللقاء القادم ان شاء الله؟ طبعا احنا لو قلنا الاهلي بمنحدر هيقولوا احنا بنتكلم على قناه النادي الاهلي، بس هو تاريخ النادي الاهلي بيقول دايما كده، الاهلي بمنحدر. صحيح، دايما الاهلي بيملك البدائل. والله انا بقول كده قبل ما اجي حتى قناه النادي الاهلي دايما، ما هو بس احنا دلوقتي لو قلنا كده ممكن الناس تقول كده، بس ما علينا، احنا خلينا نتكلم في الواقع والتاريخ. احنا قبل ما نكون موجودين تاريخ النادي الاهلي هو بيقول الاهلي بمنحدر. صحيح، فعلا الاهلي بمنحدر. الفريق البطل لابد ان يكون عنده بدايل، واحنا عارفين ان النادي الاهلي عنده البدايل دي. احيانا بيكون في تراجع في الاداء في وقت معين، لكن انا دايما بقول حاجه، دايما بقول طالما قادر تحقق النتائج المطلوبه، قادر تحقق اهدافك، مش شرط ان انا ادي بالاداء المطلوب في بعض الفترات، انا ما بتكلمش على المجمل، في بعض الفترات لازم بعاني من ضغط المباريات في وقت من الاوقات، ان انا بستهدف وانا ممكن كجهاز فني افكر انا عايز اكسب، ودايما وبفكر في مباراه ثانيه، وبفكر عندي مثلا عايز اكسب في مباراه في الدوري، مش عايز اخسر نقاط، وعندي كمان 4 ايام مباراه بره في افريقيا، فبقى عندي حسابات، فممكن اعمل حساباتي النتيجه قبل الاداء. في النهايه لو انا لعبت كويس وطلعت بتعادل او خساره، لا انا ما كجهاز فني غير او نتائج. كجهاز فني وكاداره وكجماهير مش هتقبل غير بالنتيجه. فنرجع نقول برضو تاني، الاهلي ما حضر، الاهلي قادر في الغيابات، يعني ايمن اشرف كان طول الموسم اللي فات. صحيح، هو اساسي في قلب الدفاع. صحيح، فقادر ان هو يلعب الدور ده. كل اللعيبه في النادي الاهلي قادرين بخبراتهم اللي احنا بدانا بيها، خبرات لعيب الاهلي الافريقيه والدوافع ووجود عدد كبير من الجماهير ما كانش موجود لفتره طويله، واللعب في القاهره، كل دي عوامل بتاكد لنا وبتدي دلائل لينا ان الاهلي ان شاء الله هيتاهل الفتره الجايه. احنا طموحنا مش ان النادي الاهلي يتاهل الدور الجاي، طموحنا ان النادي الاهلي يحتفل بالبطوله ان شاء الله وسط جماهير باذن الله. طيب استاذ خالد، نطلع دلوقتي لفاصل ونرجع نتكلم عن البطوله الافريقيه في الموسم الحالي. فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في الكلام في الميديا. لسه منورنا استاذ خالد الاتربي، رئيس القسم الرياضي في الشروق. مساء الخير عليك مره ثانيه. مساء الخير عليك. عايزين بقى نرجع نتكلم عن البطوله الافريقيه ومشوار الاهلي ان شاء الله نحو البطوله التاسعه، فهنتكلم عن مين هو المنافس اللي انت شايفه هو الاقوى للنادي الاهلي. يعني واضح من المباريات اللي فاتت، هو برضه الوداد، يعني الوداد المغربي بيقدم مباراة كويسة، عامل نتائج كويسة. مازيمبي. مازيمبي يعني أنا شايف الوداد أقرب، الوداد أقرب. مازيمبي شفته مباراة الأخيرة، لا كان متوسط، يعني ما كانش حتى يقع لمرحلة الجيد، ممكن يكون في المباراة دي بس، الله أعلم، ما أقدرش أحكم عليه. بس اللي شايف الأقرب هو الوداد، الوداد فريق قوي. والترجي. الترجي فقد بعض اللعيبة المهمين بالنسبة له. بعدين زي ما بقولوا الترجي، اللي هو يا ريت الترجي
الترجي لعبه سهله يعني، واحترامنا لقوه الترجي وطبعا فريق عريق وفريق كبير صحيح. بس دايما زي ما بيقولوا كده بلغه الكره كعب الاهلي علي عليه يعني. طب انت شايف ان الوداد المغربي هو يعني يمكن يكون المنافس الاقوى، هو طبعا صاحب البطوله او بطل البطوله اللي فاتت من دوري ابطال افريقيا. اعتقد ان هو يعني المنافس القوي اقوى المنافسين النادي الاهلي على البطوله هو الوداد المغربي، برغم طبعا خسارته قصاد وفاق الصيف بهدف لا شيء، هدف لا شيء بنتيجه سهله تعوضها يعني سهله تعوضها. لكن شفت اداؤه، اداء يعني ممكن نقول عليه هو ده المنافس الاقوى. ما هو احنا لو اتكلمنا عن الاداء يبقى هنتكلم زي ما بنقول الاداء احيانا ما بيكونش دلاله على ان الفريق اللي قدام ممكن مباراه اوت اوف مود زي ما بيقولوا. صحيح. بس في المجمل هو الوداد اقرب ان هو يكون نفس النادي الاهلي على اللقب ان شاء الله. طيب خلينا بقى نروح للمنتخب الوطني الاول ونتكلم على المنتخب الوطني الاول. فخلينا الاول نتكلم عن نجم ليفربول الانجليزي منتخبنا الوطني محمد صلاح. من امبارح للنهارده كنا حاطين سؤال على السوشيال ميديا وبنسال في شايف ازاي علاقه محمد صلاح بساديو ماني او ساديو ماني جوه الملعب. انت رد الاول على السؤال ده وبعد كده نشوف مع بعض الجمهور قال ايه. العلاقه من الاثنين على فكره، من الاثنين مش من واحد بس، من الاثنين عشان نكون منصفين. دايما على فكره دايما وانا دايما بشوفها مشكله، دايما كشعب عربي عامه بنتعامل دايما مع اي ازمه بالعاطفه. تمام. محمد صلاح نجمنا، نجم الاول بالنسبه لنا بالنسبه لناس كتير جدا في العالم، واحد من اهم الثلاث لعيبه في العالم. بس في النهايه برضو العلاقه بينهم هما الاثنين، من صلاح ومن ماني، علاقه الى الان مش سويه. بمعنى ان كل واحد بيفكر في نفسه ما بيفكرش في الفريق. صلاح يمكن اكثر تعاونيه من ماني، يعني صلاح بيحاول مره او مره لا، ماني لا خالص. ماني زي ما بكون عايز اوصل رساله، اللي عملته السنه اللي فاتت مش هيحصل تاني يعني. قبل ما مش عايزين ننسى ان قبل ما يوصل صلاح لليفربول كان ماني نجم الفريق. صحيح. النفس البشريه برضو لا، النفس البشريه ده طبيعي ان انت تدور على مصلحتك ومصلحه الفريق. صحيح. تدور على مصلحتك ومصلحه المكان. مش مصلحتك انت بس. وحتى لو مصلحتك انت هتتعارض مع مصلحه المكان ومصلحه اي حد تاني، ساعات المفروض انت يعني المفروض ان محمد صلاح في التوقيت ده مرشح ان هو ياخد ينافس على جائزه افضل لاعب في العالم، دخل ضمن الثلاثه المرشحين. صحيح. يعني المفروض ان كل نجوم فريقه بيساندوه وده واضح. لا بالعكس، ده واضح. يعني هو المفروض انه هو دايما يكون بالعكس، يعني هو لو فعلا هو مرشح دلوقتي ان هو ياخد جايزه افضل لاعب في العالم، فاكيد مش من مصلحه ساديو ماني ان هو يسيب محمد صلاح ياخد جايزه افضل لاعب في العالم ويتنجب من جوه كمان ليفربول اكتر منه بكتير. ما هو الكلام ده كان على الموسم اللي فات، هو يقول لك الموسم اللي فات ليه حسابات ثانيه والموسم ده ليه، هو واضح من بدايه الموسم هو بالنسبه لساديو ماني ان الموسم ده ليه حسابات ثانيه. ده هيصب في مصلحه ليفربول في حال يورجن كلوب قدر يتعامل مع الموضوع وقدر ان هو يدي كل واحد حقه في الملعب. لابد ان الامر ده، وعلى فكره الازمه دي من اكبر الازمات اللي هتبين ازاي المدير الفني يقدر يحل المشكله. معانا دلوقتي على التليفون دكتور طارق الادور نائب رئيس تحرير الجمهوريه. مساء الخير عليك يا دكتور. اهلا، مساء الخير عليك وعلى ضيفك. انا مش عارف مين معاكي. معانا النهارده استاذ خالد. خالد الأتربي. اهلا بيك. خالد الأتربي. اهلا بيك استاذ. اهلا وسهلا بيك دكتور. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. طيب عايزين النهارده نتكلم عن علاقه ساديو ماني ومحمد صلاح جوه ليفربول، حضرتك شايفها ازاي في الفتره اللي فاتت؟ انت بتناقش نقطه مهمه جدا، هي علاجها السريع هو الحل للبقاء على توهج نادي ليفربول في الفتره الاخيره وبالذات صلاح ساديو ماني وفيرمينيو، الثلاثي اللي عمل موسم رائع في الموسم اللي فات. صحيح ليفربول لم يتوج بألقاب لكن كانوا محط انظار يمكن العالم كله. صحيح. وكان طبعا ابرز اضلاع هذا المثلث الجميل كان محمد صلاح اللي اقتنص العديد من الجوائز. لكن عايز اقول لك بس كده الاطارين مهمين جدا في النقطه اللي هتكلم عليها دول. الاطار الاول هو كيفيه اعاده العلاقه الثلاثيه بين اللعيبه الثلاثه دول بالشكل اللي كانت عليه السنه اللي فاتت، اذا اراد ليفربول انه يستفيد منهم اكبر استفاده
ويخش بقى في سجل الابطال، لان هو السنه اللي فاتت تالق ولكن لم يدخل في سجل الابطال. النقطه الثانيه ان الاستفاضه في الكلام عن هذه الامور وزياده المعدلات الكلام عليها سواء في السوشيال ميديا او في الملاعب الانجليزيه او في الصحف الانجليزيه او 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 انا وجهه نظري انها ستاتي بمردود سلبي جدا على العلاقه وعلى المستوى بتاع كلا اللاعبين. بس ارجع بقى للنقطه الاولانيه، ايه هو مصدر القلق في العلاقه بين صلاح وساديو ماني بالذات، وليه العلاقه دي مش متوتره بنفس هذا الشكل، او يعني بس لا تلقي عليها الاضواء بنفس هذا الشكل بين صلاح مثلا وفيرمينيو لاعب البرازيلي مهاجم نادي ليفربول. واقع الامر ان هي نقطه انسانيه بحته، يعني الانسان في طبيعته اكثر ما يحب هيحب نفسه، يعني اكثر حاجه هيحبها هيحب نفسه. صحيح. فان ساديو ماني كان موجود في ساحه النجوميه قبل صلاح بشويه سواء في ليفربول او على مستوى الكره الاوروبيه، والدليل على ذلك ان هو في العام 2016 اللي هي السنه السابقه لفوز صلاح بلقب احسن لاعب افريقي، اما رياض محرز خد لقب احسن لاعب افريقي في 2016 وجاء بيير امريك اوباميون لاعب الجابوني كان ثاني لاعب، كان ساديو ماني وقتها الثالث، بس كان دخول ساديو ماني في قائمه الثلاثه الكبار كان معناه ان ساديو ماني بدا يبحث لنفسه عن مكان يفوز هو نفسه. صحيح. بجائزه احسن لاعب. صحيح. فالفتره حتى قبل قدوم صلاح الى ليفربول كان ساديو ماني الاسهم بتاعته ترتفع بشده جدا، وما كانش حد في الدنيا كلها حتى احنا يا مصريين نتوقع ان صلاح هيتوهج هذا التوهج ويخطف الاضواء حتى من ساديو ماني نفسه ويخش وياخد لقب احسن لاعب وساديو ماني يجي في المركز الثاني. فاصبحت العلاقه العلاقه مش بس مجرد ان ينزل في الملعب كل منهما يعني بيساعد الاخر على التالق، ولكن لا ارتدت الى كمان جوائز فرديه صلاح هو اللي سيطر عليها بدلا من ساديو ماني. اللي يعقد الامور اكتر ويمكن الناس مش واخده بالها منه قوي ان سن صلاح ساديو ماني هو نفس السن، الاثنين عندهم 26 سنه. صحيح. يعني معنى ان في لعيب يتفوق على اللعيب في هذه المرحله السنيه ان هو هيكمل بتالقه ان هو اللي يستحوذ على الالقاب هو اللي ياخد احسن لاعب كما فعل مثلا قبل كده يايا توريه اما خد لقب احسن لاعب افريقي اربع سنوات متتاليه، اما كان زمان صامويل ايتو خد برضه لقب احسن لاعب افريقي اربع مرات، ولما كان موجود في الساحه ديدييه دروجبا. يعني اللعيب اللي هو بيبقى متوهج فتره مرحله عمره اللي هي المرحله السنيه الذهبيه لعمره اللي هي زي مرحله صلاح وساديو ماني، غالبا لو لعيب هو اللي توهج وهو اللي اختطف الاضواء وكده هو اللي هيكمل ان هو قصه بقى اكيد لاعب اكيد وهذا الامر. فديت خلقت نوع من الغضابه شويه في العلاقه اللي بين صلاح وساديو ماني، بس كان يجب في الوقت المناسب يورجن كلوب يتدخل ان هو يعتبر ان السداسي كلهم بقى معاهم كمان ريفرنس في فيرمينيو، ان السداسي ده ادى لليفربول خدمات جليله ولعبه كره القدم ليست لعبه فرديه، وان اللعيب اللي هو يدي لزمايله او يعطي لزمايله هو اللي في نظر الناس هو الاكثر توهجا وهو اللي في نظر الناس الاكثر عطاء، لان صلاح بجانب ان هو توهج وتالق على المستوى الفردي كان مع الفريق بشكل جماعي مميز جدا، وده اللي اكد عليه اكثر من لاعب منهم هندرس كابتن اكيد لما خد لقب احسن لاعب في انجلترا طلع على طول وصرح قال لك من ضمن حب الجماهير لصلاح ان لعيب دايما يبدي الفريق على نفسه. كان هو بيستلم جايزه احسن لاعب بيقول ان انا الجايزه دي لنادي ليفربول وليست لمحمد صلاح، لان هو زمايلي هم اللي ساعدوني على ان انا اخد الجايزه دي. فهي دي الروح اللي يجب ان تستمر. اكيد. لم تستمر للاسف سيكون هناك امور مش جيده بين سواء بين صلاح وبين ساديو ماني او في الفريق ككل، لان انا لمست يعني التحدي الحقيقي لصلاح هو ان السنه دي قدم نفس اداؤه السنه اللي فاتت. يعني ممكن لعيبه كتير زي رياض محرز اللي خد لقب احسن لاعب في افريقيا 2016 كان هو متوهج جدا في الفرق، كان احسن لاعب في الدوري الانجليزي، قاد ليستر سيتي للفوز بالدوري، عمل انجازات كثيره، لكن اين رياض محرز السنه اللي بعدها؟ اقل كتير جدا.
صحيح. كان التحدي اللي كل الناس بتكلموا عن صلاح ان هو ليس المعيار بان صلاح فعلا اقترب كل الالقاب وخلاص جاب 34 هدف في الدوري، كان متالق في دوري ابطال اوروبا وقاد ليفربول لنهائي دوري الابطال وعمل كل الانجازات ديت. التحدي الحقيقي انه يكرر نفس الانجاز السنه اللي بعدها، ان هو يجيب معدلات تهديفيه مرتفعه، مش لازم يجيب ال 34، لا ممكن مثلا يجيب له 25 جول في الدوري الانجليزي، يبقى هو محتفظ لنفسه بانه برضه من ضمن الهدافين، محتفظ نفسه وعلى نفسه مستوى الاداء، هو نفس مستوى العطاء، نفس مرفوض بحقه اكيد ستدات. اكيد هي التحدي الحديث صحيح دكتور. اتمنى ان العلاقه دي تزيد ترجع. اتمنى دكتور طارق، عايز اسال حضرتك عن توقعاتك لمباراه بكره في تشامبيونز ليج ما بين باريس سان جيرمان وليفربول الانجليزي. بص، هو نادي ليفربول المحطوط بس دلوقتي الالقاب زي ما قلت في البدايه، ليفربول كان بعيد عن ساحه البطولات ساحه الالقاب، الان اصبح الدوري الانجليزي نفسه اللي هو بيتصدره ليفربول مع نادي تشيلسي بفرق بينهم فرق هدف واحد، ودوري ابطال اوروبا اللي وصل ليفربول الى مرحله ان هو يعني المباراه النهائيه اذا ما كانش وصلها من 2005 عندما تهم باللقب على حساب الشام، انا شايف ان قام الاوان ان ليفربول يعني دلوقتي هو طموحه اللقب. اول اصطدام لليفربول مع نادي باريس سان جيرمان، نادي على فكره باريس سان جيرمان يعني الانديه على فكره المرشحه بكل قوه ان هو ينافس على اللقب بقى السنه دي، هو خلاص كفى الدور يعني الفريق اللي بيتالق كده على مسار البطوله، لكن في النهايه بيخرج من دور الثمانيه او بيخرج من ادوار حاسمه، لا برضه بيفكر في اللقب. لكن وجهه نظري ان نادي ليفربول دلوقتي استوى وقال الاوان ان هو يبدا بدايه قويه عشان يتصدر مجموعه دوري الابطال، وبعد كده يكمل في طريق البطوله في النوك اوت ستيج بقى، انه يكمل بقى مش في النهائي بس هذا العام، ولكن ايضا استوى في اللقب بقياده السلسله دي المحافظه. شكرا ليك دكتور طارق الادور نائب رئيس تحرير الجمهوريه. نرجع بقى تاني ونتكلم معاك يا خالد ونشوف مع بعض ايه هي ردود افعال الناس على سؤال امبارح اللي هو كان كيف ترى علاقه محمد صلاح بستاديو ماني. محمد او خالد احمد بيقول اهلا شيما، انا بقول ان ماني مش اناني لان كل لاعب عاوز يكون احسن من التاني، انما صلاح في القلب طبيعي. كمان مصطفى اشرف بيقول الحكايه مش حكايه انانيه وانما الصراحه غيره ماني من صلاح، شكل ماني عايز يرسم صورته على طياره السنغال. ادار كمان بيقول اناني وحابب ياخد الضوء من صلاح. ساجد الاهلاوي بيقول بره الملعب اصحاب وحبايب لكن جوه الملعب كل واحد عايز مصلحته. احمد ابراهيم بيقول للاسف في انانيه من ساديو ماني. مصطفى رأفت بيقول والله انا شايف ان ماني عايز يكون احسن من صلاح ويسجل اهداف اكتر من صلاح عشان العالم يقول ان ماني احسن من صلاح، مع ان صلاح احسن بكتير وصلاح مش اناني وبيحب الخير للجميع وبيلعب لمصلحه الفريق. احنا فعلا شعب عاطفي جدا، حتى لو صلاح فعلا كان عنده نسبه انانيه فاحنا بالنسبه لنا احنا متقبلين ده على فكره، او نقول ده مش اناني ومش هنقول انه اناني، ابننا مش اناني ابدا. طبعا طبعا. وفي برضو حد اسمه خالد تقريبا، واضح ان دايما خالد دايما متوافقين مع بعض شويه، بيقول كده برضو، بيقول العقل ان هو اللعيب مش اناني بس الطبيعه البشريه، لو هو راجل انا كمان عايز اكون نجم، انا كمان نجم، انا كمان عايز ادخل التوب 3، ايه المشكله يعني؟ هو صحيح. بيفكر في نفسه برضو يعني دي بس حاجة بس سلك الطريق الغلط يعني، عارف اللي هو ممكن توصل بده بالتعاون مع زمايلك، بالتعاون مع ممكن تقول الاثنين في فريق واحد. واعتقد ان انا الذاكره مش هتسعفني ان كذا مره اترشح واحد واثنين من نفس الفريق لجائزه افضل لاعب وفي النهايه واحد بيكسب يعني. صحيح. فممكن اثنين من فريق واحد يوصلوا لده. صحيح عندك حق، يعني ان اي لاعب بيحاول ان هو مش على حساب حد، مش على حساب ان هو ينافس على القاب كتير، ان هو يحسن من نفسه، ان هو يظهر نفسه بشكل افضل، تمام، لكن ان احنا برضو نقف ورا محمد صلاح ابننا دي حاجه ثانيه خالص، ده موضوع ثاني. اي حاجه يعملها صلاح احنا معاه. ده واجب وطني يعني. كمان احمد ابو العالي بيقول مساء الفل يا شيما، انا شايف ان ماني كان بيساعد محمد في الموسم الاول ولكن تتويج صلاح في الموسم الاول هيكون في انانيه في الموسم
الموسم الثاني. كمان محمد البنداري بيقول مساء الخير عليك يا شيما، انا شايف ان العلاقه ما بينهم في الملعب متوتره، وده ظهر في انانيه كل واحد منهم في المباراه الاخيره سواء ماني او في معظم المباراه، ومحمد صلاح في اخر ربع ساعه منها، والموضوع ده اتكرر في مباريات كتير، وكانت البدايه لما اتخانقوا على ضربه الجزاء في مباراه وديه في فتره الاعداد. صحيح. ولازم كلوب يتدخل لان الكلام ده هياثر على جماعيه ليفربول اللي هم كانوا طبعا مميزين بيها في الموسم اللي فات. الكلام ده اكيد صحيح 100%. كمان اسلام يحيى بيقول مساء الفل، انا شايف ان ماني الموسم ده بيفكر بطريقه تانية وفي انانيه، وده هيضر مش بس صلاح لكن هيضر الفريق كله، لازم كلوب يتدخل ويعالج النقطه دي. شايف دور كلوب يبقى عامل ازاي؟ هو المفروض هو هيقدر اصلا يسيطر عليهم ازاي جوه الملعب؟ اه طبعا، هو في النهايه برضو كلوب مش مدرب صغير، مدرب كبير، مدرب نجم. هو نجوميته في الاساس كانت في تدريب سابقه صلاح وسابقه ماني، فهو بتعامله معاه كمان برضو. انا اكيد ما بغطيش اخبار ليفربول ولا اعرف ايه الامور الداخليه، بس في النهايه انت بتفكر، ممكن تفكر بتفكير اللاعب ده. يعني انا من خمس سنين مثلا برضو كنت بشوف كلوب نجم، هو برضو كلاعب، هما الاثنين كلاعب ممكن اشوف كلوب نجم. واكيد عارفين ان هو في النهايه ده مدير فني، هو المدير الفني يملك ان هو العديد من القرارات اللي تسمح له ان هو يسيطر على الغيره دي ويسيطر على ده ويوجه الحب الظهور ده لمصلحه الفريق بدل مصلحه اللاعب نفسه. اكيد اكيد. طيب نروح لعمرو عابدين، او مش مهم يعني هو الاسم للاسف مكتوب بالنسبه لي انا غلط، بس خلينا نقول عمرو بيقول ساديو ماني بيحاول ان هو يعرقل نجاح صلاح لانه المنافس الوحيد ليه في الفريق وفي افريقيا. عمرو للاسف اسمك يعني ايه عيد زين، عيد زين بس انت مش حاطط سبيس فما كنتش عارفه اقراه كويس. طيب نروح بقى لتويتر. تويتر علي محمد بيقول مساء الخير يا شيما، بصراحه لازم تدخل من يورجن كلوب قبل الامور ما تتصاعد مع المشكله اللي واضحه زي الشمس. مجنونه الاهلي بتقول ماني طبعا طماع جدا وصلاح بقى رد فعل، يعني هي شايفه ان في اخر ربع ساعه بس من اللقاء الاخير لليفربول محمد صلاح ابتدى ان هو يعمل زي ما ماني بيعمل بالظبط. احنا قلنا بقى وده من حق صلاح كان بادئ كده بس بعد الاخر، لكن واحده بواحده يعني صحيح. كمان ديشا اهلاوي بيقول ساديو ماني اناني وما بيلعبش جماعي غير صلاح تماما، ورد فعل صلاح مش غلط بس اعتقد ان ده مش في صالح الفريق. هو للاسف طبعا في الاخر هو مش في صالح ليفربول ابدا. طيب احمد سعودي الاهلاوي بيقول المفروض يورجن كلوب يتدخل عشان مصلحه الفريق، ساديو ماني بدا يطمع في الكوره وصلاح محترم لابد من رد فعله. هو صلاح محترم برضه بس رد في اخر اللقاء، بس هو اكيد طبعا يعني يعمل اللي هو عايزه. وزياد كمان بيقول علاقه جيده ما عدا الماتش اللي فات وهتتحسن بمرور الماتشات. قاسم الماجيك بيقول اكيد علاقه مش كويسه بالنسبه لماني لان صلاح اخد عدد جوائز السنه دي وبقى النجم الاول لليفربول وماني عايز يكون النجم الاول. مين متفق؟ محمد السيد بيقول انا شايف ان الموضوع خطير جدا على ليفربول اولا ثم عليهم شخصيا وعلى الاداره، وكلوب لازم يتدخل سريعا لانهاء هذه الازمه قبل ما يحولها الاعلام لمشكله كبيره. وهي فعلا اتحولت لمشكله كبيره سواء على السوشيال ميديا او حتى الاعلام الانجليزي اتكلم عليها. لا انا شايف ان الاهتمام اكتر بيها كان على السوشيال ميديا لسبب، بحكم شغلنا ان احنا كل يوم طبعا مهتمين بصلاح كاخبارنا احنا. صحيح. احنا بندور على اخبار صلاح وندور على كل المشكله. بحكم الشغل انا تاني يوم المباراه مباشره، من المباراه كان معموله بدري تاني يوم، كلنا كنا بندور على جورنان كبير في انجلترا بيثير الازمه وبيثير الموضوع في مواقع كبيره ما كانش فيه غير حوالي 3 4 مواقع غير مصنفه بالنسبه للانجليز نفسهم. هم اللي كان متصدر الازمه كل الموضوع كله اللي هو كان الاصابه اللي كانت في عين فيرمينيو دي اللي كانت مصدره، كانت مصدره السوشيال ميديا والجرايد والصور في الجرايد وكل حاجه. واضح ان الموضوع لما يوصل الاعلام الانجليزي وان هم يضخموا محتاج 3 4 مباريات يحصل بنفس الشكل. اعتقد ده انها تبقى ظاهره، ممكن يكون شايفين ان هو كان مباراه سهله، مباراه كانت نعم في الواقع ان هي في الظاهر من بره ليفربول هيلعب توتنهام فريق قوي فريق ممكن كمان الاعلام الانجليزي دايما بيدور على البوزيتيفيتي او على الايجابيه في كل حاجه. يعني لما كنا بنشوف لقاءات منتخب انجلترا في كاس العالم اللي فات قد ايه المنتخب الانجليزي كان بيعظم من اي حاجه بيعملها المنتخب الانجليزي في وقت كاس العالم. دي نقطه. وعندي النقطه الثانيه برضو، دايما بقول اتجاه السوشيال ميديا اتجاه واتجاه الاعلام دايما بيبقى اتجاه تاني. لا بس ساعات بيكونوا ماشيين بخط احيانا متوازي. احيانا وانا شايف ساعات السوشيال ميديا بتبقى احيانا
هي مؤشر بس هي مش أداة لتسيير الأمور، يعني هي مؤشر لرد فعل الناس، رد فعل الجمهور. صحيح. في النهاية أنا بالنسبة لي اللي شفته في الإعلام الإنجليزي كان يعني قليل جدا بالنسبة لرد الفعل اللي احنا لحد دلوقتي على السوشيال ميديا. طبعا طبعا، بس في الآخر برضه السوشيال ميديا دي زي ما قلت هي مؤشر عن الرد الحقيقي، رد الفعل الحقيقي. كلام مش تقليل من السوشيال ميديا، عشان أنا واحد بالناس من كتر من أكتر المتفاعلين مع السوشيال ميديا، بس مش مؤشر قوي قوي يعني. على ساعات بتشوف حاجة بالونة كبيرة قوي في الآخر. صحيح. في الحقيقة هي يعني في بعض الأحيان بيكون في حملات مأجورة مش على السوشيال ميديا في كثير من الاحيان، سواء بالسلب او بالايجاب على شخص طبعًا. ما طبعا تلميع حد، ترميع حد بفلوس كتير قوي او اطفاء حد. صحيح. عندك حق. طيب كمان حسين محمد بيقول ماني في اللقاء ليه اتكلم ان صلاح مش هو اللي بيستحق الاشاده وان فيرمينيو هو اللي يستحق الاشاده، اظن ده اللي حصل في الماتش اللي فات سحب صيف لان الاثنين مش من صفاتهم الانانيه. كمان محمد ممكن يكون الاعلام الانجليزي اتعامل مع النقطه دي كده، يعني اتعامل مع النقطه ان هو كان المباراه خلاص كان في الاواخر والنتيجه كانت خلاص مضمونه، فكل واحد عايز يدور على المجد الشخصي بالنسبه له. فممكن يكون اتعامل معاها كده، ممكن يبدا يتعامل معاها ده من وجهه نظري لو اتكرر في المباراه اللي جايه بكره او المباراه اللي بعدها. محمد محمود بيقول ماني بنفسه وعايز يوقع صلاح، لكن ان شاء الله صلاح هيتفوق على ماني وعلى اي حد. محمود كمال بيقول علاقه متذبذبه لان ماني كان نجم ليفربول قبل ما يجي محمد صلاح، ودلوقتي صلاح هو النجم الاول وكمان اخذ منه جائزه الافضل في افريقيا، فاكيد في تنافس ولكن مش مفيد للفريق. ولازم يعرف صلاح ان هو من احسن لعيبه العالم حاليا وبيشتغل على نفسه اكتر وبيجتهد وما بيضيعش الفرصه السهله، وكمان يورجن كلوب لازم يتدخل. سيد كمان بيقول هو واضح جدا في الموسم الماضي ان ساديو ماني مش بيحب يساعد غير نفسه ومتغاظ من صلاح عشان سحب منه الاضواء. ما اظنش ان الكلام ده الكلام ده فيه افتراء بقى. الموسم اللي فات ده الموسم اللي فات هو ساديو ماني من اكتر الناس اللي كانت بتساعد صلاح انه يوصل. صحيح. لكن فعلا ممكن نقول ان ساديو ماني راح كان موجود في ليفربول كان هو النجم اللي هناك، دخل عليه محمد صلاح يعني سحب البساط من تحت رجله زي ما بنقول، وفعلا اترشح لعده جوائز او لعدد اكبر من طبعًا. الجوائز في الموسم اللي فات، وكان اكيد ساديو ماني والاساس بتوعه كان ليهم دور كبير جدا طبعًا. في الجوائز اللي اخذها محمد صلاح. يقدر يعمل اي انجاز لوحده في اي مجال، لازم يكون الفريق العمل اللي حواليه هو اللي بيساعده ان هو يكون ناجح، وده اللي حصل. كل زمان محمد صلاح كانت بتعمل ده مع السنه اللي فاتت، وساديو ماني من اكتر الناس اللي عملت ده. فانا شايف برضو هرجع اقول شايف ان المباراه اللي فاتت والمباريات اللي قدام مش مؤشر. خلينا نشوف الموضوع مباراتين ثلاثه كده نشوف، لسه موسم طويل مش هنستعجل يعني، نشوف هل ده هيفضل مستمر ولا لا، هل هي ازمه كبيره قوي زي ما احنا شايفينها ولا هي حاجه عاديه زي ما الاعلام الانجليزي شايفها، ده هيبان الفتره اللي جايه. صحيح. استاذ خالد الاتريفي رئيس القسم الرياضي في الشروق نورتنا النهارده في كلام في الميديا. ده نورك ربنا يكرمك، انا كنت سعيد ان انا موجود معاكم في قناه الاهلي، القناه المحببه ليا يعني. وانا كمان اكيد كنت سعيده بوجود حضرتك معانا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده الساعه 5 مساء. يوم سعيد عليكم.